ورحمة الله وبركاته، متابعي صفحتين الرياضيات أونلاين والخوارزمي على الفيسبوك ورياضيات أونلاين على اليوتيوب. إن شاء الله موضوعنا النهاردة هناخد القسمة على 5 بدون حفظ. إزاي أنا أقدر أقسم عدد على 5 بدون حفظ ولا بدون استخدام آلة حاسبة بكل بساطة وبأقل وقت ممكن؟ يعني مثلا هنا بيقول لي 15 على 5 بتساوي كام؟ هتيجي لي بعد الرقم الأول، الرقم الأول هنا كام؟ 5. هتيجي لي بعد الخمسة وتحط فاصلة، بكام الرقم على كده؟ الرقم على كده بقي 1.5. 1.5 اضربها في 2، 1.5 في 2 بكام؟ ب3. اذا 15 على 5 بكل بساطه بتساوي 3. طب ناخد المثال بعديها، بيقول لي 20 على 5، هاجي بعد الرقم الاول هضع فاصله، كده الرقم ال 20 بقيت كام؟ بقيت 2، اضربها في 2 ب4. اذا 20 على 5 بتساوي 4 بكل بساطه. طب هنا 55 على 5 بتساوي كام؟ قال لي هاجي بعد الرقم الاول وهضع فاصله، ال 55 على الكتاب بقيت كام؟ بقيت 5.5. 5.5 اضربها في 2، 5.5 في 2 بتساوي 11. اذا 55 على 5 بتساوي بكل بساطه كام؟ 11. الطريقه الثانيه اللي معانا النهارده بتقول لي ضرب عدد مكون من رقمين من 11 ل 19. ازاي بكل بساطه وبدون ان استخدم اله حاسبه اضرب عدد مكون من رقمين من 11 ل 19 وفي اقل من 3 ثواني؟ قال لي ركز معايا، قال لي بكل بساطه انا هضرب الاول في الاول، الاول هنا كام؟ 1. اضربه في الاول، 1 في 2 ب 2. بعد كده الاول هجمعه على الاول، 1 زائد 2 3. بعد كده هنزل الواحد الأخير. كل بساطة وبدون إن أنا أستخدم الآلة حاسبة جبت 11 في 12 بتساوي 132. طب ناخد المثال اللي بعديها كده، 12 في 13، قال لي الأول في الأول، 2 في 3 ب6. بعد كده الأول زائد الأول، 2 زائد 3 5. بعد كده الواحد الأخير ينزل. بكل بساطة بدون ان نستخدم الآلة حاسبة جبت 12 في 13 ب 156. ناخده المثال اللي بعده، بيقول لي 11 في 19، قلنا ايه؟ الأول في الأول، 1 في 9 ب 9. بعد كده الأول زائد الأول، 1 زائد 9 10. ده هنا مستر عدد مكون من رقمين، هحط العشرة كلها؟ مستر قال لي لا، هحط الرقم الأول بحتفظ للرقم التاني الخانة اللي بعدها، والواحد الأخير ينزل ومحتفظ بواحد يبقى 2. يبقى بكل بساطة جبت وبدون إن أنا أستخدم آلة حاسبة 11 في 19 بتساوي 209. ولو عاجبك الفيديو في النهاية ما تنساش تشترك في قناتنا رياضيات أونلاين وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.